السلام عليكم باشمهندسين، معاكم باشمهندس عبد الله مصطفى. عايزين نكمل بقى في المشروع بتاعنا دلوقتي اللي المفروض نرسمه هو البلاطه. طيب لو انا عايز ارسم البلاطه عندي اكتر من امر بقدر بيه ارسم البلاطات. في الامر ده اللي هو كويك درو فلور. كويك درو فلور ده بيعمل ايه؟ بمجرد بس بتضغط هنا كده فبيبدا يرسم لك البلاطه، بيرسم ما بين المحاور زي ما انت شايف كده، بيرسم ما بين ايه يا باشمهندس؟ المحاور. يبقى ده اول امر. تاني امر ممكن ترسم مستطيل، مستطيل تحدد النقطه الاولانيه وادي النقطه الثانيه ويرسم مستطيل. يبقى انا عندي هنا يا باشمهندس عندي الامر ده بيرسم بمعلوميه نقطه واحده اللي هي بينا باشمهندس اللي هي اي مكان كده دايس كده يروح راسم لك القصه بتاعتك. اما هنا بيرسم بمعلوميه نقطتين اللي انا هاجي من هنا كده واروح ساحب، اروح انا اشوف انا عايز اقف فين اهو، ابدا ارسم بالمنظر اللي قدامي ده كده. حلو. في حاجه تانية يا باشمهندس ممكن تعملها؟ اه يا سيدي، في حاجه تانية ممكن اعمل. ايه هي؟ ان انا ارسم بمعلوميه اربع نقط، ودي بتستخدمها في رسم البلاطات اللي ليها اشكال غير تمام منتظمه. يعني ادي اول نقطه وادي تاني نقطه وليكن ادي تالت نقطه وادي رابع نقطه. خلصت وهدايس انتر فيبدا يرسم لك بلاطه بالمنظر اللي قدامك ده. يبقى انا ممكن ارسم البلاطه بمعلوميه او بكام استخدام؟ ثلاث استخدامات. ده اسمه كويك، وده اسمه درو ريكتانجل، وده كمان اسمه ايه يا باشمهندس؟ درو فريم. حلو الكلام. يبقى انا هنا كده عندي ده كويك وده الريكتانجل وده اللي هو البولي لاين. طب لو عايز امسح البلاطات اللي عندي دي قمت بختارها بقى البلاطات اهو، اخترتها كده بالمنظر ده وجيت مسحتها. عايز ارسم يا باشمهندس بلاطه دائريه فيها كيرف، كيرف سلاب، ارسمها ازاي؟ نفس الطريقه تيجي هنا حلو واروح رايح اقول له بدل ما هي ستريت لاين اختارها من هنا كده ارك ويز 3 بوينت. ارك ويز ايه؟ 3 بوينت. ادي اول نقطه وادي تاني نقطه. حلو. شوف الارك انت عايزه الناحيه دي ولا الناحيه الثانيه؟ انا عايزه الناحيه دي اهو، وليكن ظبطت الارك كده اهو. حلو. اخر نقطه حطها بس ايه في اي مكان اهو، وليكن حطيتها هنا وادوس انتر فبيبدا يرسم لك البلاطه. ادي بقى كده البلاطه الدائريه. فتيجي انت تقول لي يا باشمهندس انا عندي مشكله. ايه يا سيدي مشكلتك؟ البلاطه اللي انت رسمتها دي كده يا باشمهندس فيها مشكله. طب ايه هي المشكله؟ في حته دخلت جوه، انا عايز بس الكيرف. طب دي حلها بسيط قوي. كل اللي بتعمله ان انت بتيجي ترسم كده اي فريم، تمام؟ ارسم كاميرا، اي كاميرا باي قطاع، ارسم كاميرا من هنا لهنا كده. رسمت كاميرا اهو من هنا لهنا، ده كده بيرسم كاميرا دائري. لا انا عايز اهو فريم اللي هو كاميرا يعني، واختار ستريت لاين. يبقى انا اخترت كاميرا كده ايه؟ ستريت لاين. حلو. واجي من هنا اهو ارسم كاميرا على الخط اللي انا عايز اقطع عليه. خلاص كده هندسه. يبقى انا كده رسمت كاميرا على الخط اللي انا عايز ايه؟ اقطع عليه، وتختار لي البلاطه وتختار لي الكاميرا. يبقى انا اخترت كده مين؟ البلاطه اهو والكاميرا. تيجي من امر هنا كده اسمه اديت، تمام؟ اديت شيل، وبعد كده تقول له انا عايز اعمل ديفايد للشيل دي. اديت اديت شيل ديفايد الشيل دي. تختار الاختيار الاولاني ان انت قطعها لي، قطع لي الشيل دي على ايه يا باشمهندس؟ على سيلكتد فريم اوبشنز. مجرد ما بتقول له ابلاي، تمام، هيبدا يقطعها لك زي ما انت شايف كده. فبقت دي كام جزء؟ بقت جزئين. تقدر تمسك الجزء ده تمسحه، يبقى انت كده رسمت بلاطه ايه هندسه؟ بلاطه دائريه، تمام؟ يبقى ده الطريقه اللي تقدر ترسم بيها بلاطه دائريه. مش بنسى الموضوع صعب؟ لا مش صعب ولا اي حاجه، تمام؟ هو بس عايز ان انت تتدرب عليه. يبقى انا كده اقدر ارسم بلاطه دائريه زي ما انا عايز في اي مكان، مفيش فيه اي مشكله. تاني برسم بلاطه دائريه ازاي؟ اختار سلاب واختار من هنا ارك وال3 بوينت، واختار اول نقطه تاني نقطه، تمام؟ الكيرف بتاعك انت عايزه لحد فين؟ انا عايز كيرف لحد هنا كده مثلا، واختار اي نقطه جوه عشان يرسم واضغط انتر بيرسم. طب الحته الزياده دي هعمل فيها ايه يا هندسه؟ زي ما اتفقنا هاجي هنا ارسم اي فريم ستريت لاين. ادي الفريم، اختار لك كده ستريت لاين وارسم فريم من هنا لهنا. فايدته ايه الفريم ده؟ مش اي فايده غير ان انت هتقطع عليه البلاطه. شيل اكسترود كده عشان ايه الدنيا تبقى كويسه معاك وتبقى شايف البلاطه دي كلها حته واحده. تختارها، تختار الفريم، اديت اديت شيل ديفايد شيل، وقطعه لي واقول له ابلاي، فراح مقطعها لك زي ما انت شايف كده، وكمان مسح لك الحته الايه الزياده. تقدر تمسح الفريم ده ملوش لازمه، يبقى لك الايه البلاطه.
فانت كده اتعلمت ترسم كمان القصه بتاعه الكيرفد سلاب. يبقى انت لو عايز ترسم كيرفد سلاب بقيت تعرف ترسمها. تمام، عايزين بقى نرسم البلاطه بتاعتنا اللي موجوده. فهم جاي ارسمها البلاطه دي، ممكن تترسم بالامر بتاع ريكتانجل. هي المفروض تغطي من اول هنا لحد فين؟ لحد الكورنر الثاني بتاع العمود ده. فهتلاقي ان البلاطه بتاعت سيادتك اترسمت زي ما انت شايف كده. في غلطه انت عاملها؟ اه في غلطه انت عاملها. البلاطه دي السكشن بتاعها نوع ايه؟ نوع ديك. اما المفروض انت كنت تختار ايه؟ المفروض كنت انا لما اجي ارسم البلاطه دي اختار لها السكشن بتاعها. طب انا غلطت اعمل ايه؟ عادي ممكن تمسحها وترسمها تاني، وممكن تقف عليها كده كليك يمين وتخش لي هنا كده على الاساينمنت. ادي السكشن بروبرتيز، يعني الخصائص بتاعت السكشن، بدل ما هي ديك تقف عليها كده وتقول له لو سمحت اختارها لي على انها تبقى سلاب، تروح قايل له اوكي. فساعتها كده البلاطه اترسمت على انها ايه يا باشمهندس؟ سلاب وليست ايه؟ ديك. حلو الكلام؟ كده البلاطه دي كليك يمين عليها اهي نوعها سلاب ايه؟ سلاب 1. لا بس انا ما كنتش عايزها سلاب 1، انا كنت عايزها اللي انا عرفتها فلات سلاب 200. فقمت جايه بقى كده اخترت لها القطاع بتاعها فلات سلاب 200. يبقى انا اقدر بمنتهى السهوله اغير القطاع زي ما انا عايز، اغير القطاع ماله يا باشمهندس؟ زي ما انا ايه؟ عايز. يبقى انا كده قدرت ارسم البلاطه بمنتهى السهوله. طب يا باشمهندس ايه تاني عايزين نقوله في المحاضره دي؟ احنا قلنا السلاب، وقلنا كمان الديفايد بتاع السلاب، وقلنا الميرج. ميرج ده لو انت عايز تجمع بلاطتين مع بعض، بقينا الاكستند والاوب. طيب الاكستند دي لو انا عايز امسك البلاطه دي امدها شويه شمال ولا يمين؟ بعلم على البلاطه وادوس على كلمه ريشيب دي كده، بدوس على ده بيعمل ريشيب. علم على البلاطه ظهر لك النقط، امسك البلاطه مديتها شويه من هنا. علم على البلاطه امسك البلاطه مديتها شويه من هنا. علم على البلاطه امسك البلاطه مديها شويه من هنا. زي ما انت عايز بقى، عايز تمدها اي شكل من الاشكال تقدر تمدها. كنترول زد كنترول زد كنترول زد. يبقى انا كده اقدر اعمل ايه يا باشمهندس؟ انا بقدر اعلم على البلاطه واحركها في المكان اللي انا عايزه من غير اي ايه؟ من غير اي مشاكل. طيب لو عايز اعمل فتحه جوه البلاطه دي، لو عايز اعمل فتحه جوه البلاطه دي هعملها ازاي؟ هتيجي من هنا كده وتقول له انا هرسم بلاطه والبلاطه دي نوعها ريكتانجل والبروبرتي بتاعتها، لا هي مش ديك، هي مين؟ هي اوبننج. هي مش ديك، هي مين؟ هي اوبننج. واجي هنا كده اقول له انا عايز فتحه من هنا لهنا، فيبدا يعمل لك الفتحه بالمنظر اللي انت شايفه ده. اقول له انا عايز كمان فتحه من هنا لحد هنا كده. فيبدا يعمل لك الفتحه. يبقى ده حل تاني تقدر تعمل بيه الفتحه زي ما انت عايز. تركز بس وانت بتختار النقط عشان ما يطلعلكش اي ايه؟ اي ايرور. اهو انا عندي نقطه هنا. فتحه هنا اهي كده بالمنظر ده، فيروح عامل لك الفتحه بالمنظر ده. عايز ترسمها بطريقه ادق من كده تقدر ترسمها بطريقه ادق من كده عن طريق مين؟ عن طريق الدي اكس اف. يبقى انا كده عملت فتحتين. طيب واحد كمان راح قال لي يا باشمهندس افرض البلاطه دي ما كانتش كلها سمكها 20 سم، كان في بلاطه هنا سوليد سلاب، اعمل ايه؟ هقول له بمنتهى البساطه هتعمل الاتي. بمنتهى البساطه هتعمل ايه؟ تعمل الاتي. هتيجي برده نفس الطريق هنا وارسم اي فريم، ويفضل ان هو يبقى اسمه نان. يعني هرسم هنا كده السكشن بتاعي يفضل يبقى اسمه ايه؟ نان، عشان لو نسيت تمسحه ما يحصلكش حاجه، ما يحصلش مشكله يعني. فهاجي هنا كده اهو، مش هي دي الباكيه الصغننه دي هي اللي انت عايزها سوليد سلاب؟ فاروح محددها كده بالكاميرات اللي هي القطاع بتاعها اسمه ايه؟ القطاع بتاعها اسمه نان. ادي كمان اهو حددتها كده بالقصه بتاعتي دي، وابدا اعمل ايه؟ اقول اختار البلاطه الكبيره، اختار لي البلاطه الكبيره هشيل بس 3D دي عشان ايه؟ ما يقعدش يهنج. حلو، اختار لي البلاطه الكبيره واختار لي كمان الايه؟ السكاشن اللي اسمها ايه؟ نان دي اهي، واقول له امسك البلاطه الكبيره اعمل لها اديت اديت شيل، واقول له اعمل لها ديفايد شيل على القصه اللي موجوده على الفريمز اللي موجوده. مجرد ما بتعمل كده هتلاقي ان البلاطه دي بقت جزء لوحدها اهو، حتى ممكن زي ما انت شايف كده تمسحها. طبعا انا مش عايز امسحها، انا عايز اديها سيكشن تاني. اقف هنا عليها كده كليك يمين واقول له في الاساينمنت بدل ما هي فلات 200 اروح رايح مديها كام؟ سوليد سلاب كذا، واقول له اوكي. كده
كده اتغيرت. اه اتغيرت. طب ما عايز اشوفها يعني، ما اشوفها يا سيدي، اقف عليها كده واديها كليك يمين، هيروح جايب لك ان دي سوليد سلاب. مفيش طريقه تانيه احسن يا سيدي؟ طريقه تانيه احسن ان انا هاجي هنا كده ده الاوبجكت واقول له اعرض لي الكلام ده عن طريق السكشن. اعرضه لي عن طريق مين؟ السكشن. تروح دايس له ابلاي، تلاقي ان البلاطه دي واخده لون والبلاطه دي واخده لون تاني زي ما انت شايف كده. يبقى انا هنا كده قدرت ان انا اعرف اكتر من سمك للبلاطه، حلو؟ بحيث ان انا لو عندي بلاطات فلات سلاب مع بلاطات سوليد سلاب، يبقى الطريقه دي هتسهل عليك القصه دي، بحيث ان انت تقدر تعمل نوعين من البلاطات مع بعض، تقدر تعمل نوعين من البلاطات ايه يا باشمهندس؟ مع بعض. طبعا نرجع بقى كنترول زد، كنترول زد عشان نمسح الحاجات بقى اللي احنا بوظناها دي، اهي كنترول زد، كنترول زد، كنترول زد. يبقى انا كده يا باشمهندسنا العزيز قدرت ان انا اعمل نمذجه كامله للبلاطات بتاعتي بمنتهى السهوله ومفيش اي مشاكل. عايز ترجع ده تاني زي ما كان، ترجعها كده الاوبجكت. يبقى انت كده يا باشمهندس قدرت ان انت تنمذج المشروع بتاعك زي ما انت شايفه هنا كده، مفهوش اي ايه، مفهوش اي مشاكل. انا كده خلصت نمذجه المشروع، باقي بس الجزء بتاع الكاميرات، هنعمله في الفيديو اللي جاي، نقدر نعمل القصه بتاعه الكاميرات دي كلها، بحيث ان انت كده يبقى انت خلصت القصه بتاعتك. انا كده كل المشروع بتاعي اتعمل له نمذجه، مش باقي فيه غير الكاميرات.